عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث بدأت الجلسة بمناقشة واستعراض الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة الموقرة بعمل خطة وطنية لاستزراع الأسماك، كما استعرض السادة النواب عددا من الاقتراحات برغبة بصفة مستعجلة حول قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة للمحافظة على ساحل بلاج الجزائر، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة فرض الرسوم على التحويلات المالية لخارج مملكة البحرين. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند 1 من المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإحالته إلى الحكومة.